أيا غوثي وشيخي مرشدا لي وما لي غير بابك ملجأ يا غياثي باكي الطرف دعوت باسمك يا شعيب نور أعيا نسادات الرجال أغث سريعا وكلي كل حال ذا العطايا وهذا عبدك العاصي الحقير مليء بالغموم وبالخطايا أيا شيخي بنورك أحضرنا أمامي ثم كلمني حفيا وفرج كل حزني حصلنا جميع مطالبي حسن المحيا ولا في النوم بل في حالي يقضى لأني من مريدك عليا بعشق الحق لا لا تنس هذا العبيد الأحمق الشرير يا رجائي انصرني فرحني بنظرتك العلية والحمية وصلى الله بارين العظيم على طه وآل الحمطايا عليكم خاصة كل الأواني شعيب فاقبلن هذا الغبيّ.